هذا البرنامج برعاية الهوجي مول، كل اللي بتتمناه عنا بتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامج آية وهداية. نحن اليوم في اليوم 29 من رمضان، يعني يمكن يكون اليوم آخر يوم من رمضان. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يتقبل منا رمضان وأن لا يخرجه إلا وقد غفر لنا. نحن في هذا اليوم سنتحدث في آية من الجزء 29، وهي قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تفكرنا في الآية، الآية بتقولنا أنت على نفسك بصير، أنت أخبر في نفسك، أنت بتعرف حقيقة، اطلع عليك. بل الإنسان على نفسه بصيرة، اخدع الناس لكن ما بتخدع حالك، كن صريح وصادق مع نفسك. قال ولو ألقى معاذيره، ممكن أنت تلقي الأعذار الناس ينخدعوا، لكن أنت بتعرف أنك قاعد وتتعذر وأنه مش هذا الكلام الصحيح ومش هذا المطلوب منك، وأنت هذه كلها أعذار على الفاضي ومش هي الحقيقة. لذلك يا إخوة، كثير من الناس يعصي الله عز وجل ليس جهلا بالأحكام، وإنما هو لأنه يجد الأعذار لنفسه، بيحاول يبرر المبررات لنفسه، بيحاول يبرر لنفسه. قوم صلي الفجر، وقال والله يا شيخ أنا ما بقدر، لأنه إذا صحيت بعرفش أرجع أنام، وأنا بدي أروح أشتغل وأجيب الرزق للأولاد. إلبسي على حالك حجاب، والله يا شيخ ما بعرف، أنا بستحي، طبيعة العمل اللي بشتغله ما بزبط إني أكون لابسي أنا جلباب وألبس الحجاب الشرعي الصحيح، لازم أكون مظبطة حالي ولا بيطروني من الشغل. مبررات نحن نضعها. يا أخي طب هل تصل رحمك؟ بتروح عند أمك؟ بتروح عند خواتك؟ والله يا شيخ الأشغال كثيرة والأعمال كثيرة ومش فاضي، والله ما أنا فاضي، حك راسي والأمور كثيرة زانقة علينا. دائما نجد المبررات. هل أنت تصوم؟ والله أنا مش قادر أصوم، تعبان، والله مش عارف كذا إلى آخره. فإذا نحن دائما نجد المبررات أولا وأخيرا. يا أخي طب تصدق، نجد المبررات لذلك، معيش ومصاري والرزق والمستقبل والكذا. لا، الله يجب علينا حقيقة ألا نكون مثل المنافقين، أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم فقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. ولاحظ قال معذرون، صيغة مبالغة، كأنها صفة أصيلة فيهم، صلة أصيلة فيهم، أنهم دائما يضعون الأعذار لأعمالهم والمبررات حتى يرضوا الناس، ولكنهم لا يأبهون بأن يرضوا رب الناس، لأن الذي يطلع على الداخل الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأيضا الله الذي يعلم ما تكن الصدور وما تخفي الصدور، الذي يعلم في داخل الإنسان ماذا يخفي في داخله. هذا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فمن نخدع نحن؟ لذلك هؤلاء المنافقين في غزوة تبوك، في جيش العسرة، في هذه جاء المعذرون، جاءوا يعتذرون: يا رسول الله تعبانين، ما عندناش دابة، مش قادرين، الدنيا حر، أنا عندي شغل، أبوي مريض، أنا مش عارف. يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إليكم، لا يجوز ذلك. فلذلك الله عز وجل وبخهم وكشفهم في سورة التوبة براءة من الله ورسوله في بدايتها، من أقوى الصور في بداياتها إعلان البراءة من هؤلاء المنافقين الذين فضحتهم هذه الصورة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتذرون بأعذار ومبررات واهية، لأنهم يريدون أن يتهربوا من دين الله ومن أوامر الله عز وجل. فهل نريد أن نكون مثلهم، أم نريد أن نكون أمثال الصحابة الكرام الذين كانوا رغم أن هناك مبررات لهم أحيانا وعذر ورخصة لهم، لكنهم لم يكونوا يأخذوا بها، بل يأخذوا بالعزائم. عمرو بن الجموح رحمه الله كان له 4 من البنين خرجوا للجهاد في غزوة أحد. هو كان يعرج، لا يقوى كثيرا على الجهاد، هو ممن أبيح له أن يجلس في بيته، لكنه أراد أن يخرج منعه أولاده، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أولادي يريدون أن يمنعوني من شرف الشهادة. فقال له النبي: إن لك عذرا، أنت أعرج، لك عذر. فقال: يا رسول الله، إني أرجو الشهادة وأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. يعني هو حابب أن يدخل الجنة بعرجته هذه، هذا الذي يريده النبي عمرو بن الجموح. فكان له ما أراد.
كان له ما أراد، فإذا بالله سبحانه وتعالى يصطفيه شهيدا، ولم يكن يضع المبررات في المقابل. كثير من الناس تنكبوا عن الجهاد في المبررات، هذا الذي نريده نحن في الأيام هذه. بادر إلى الطاعات، لا تخدع نفسك، لا تضع المبررات والأعذار دائما، حتى لو ألقيت المعاذير أنت تعرف والله يعرف وسيحاسبك على ذلك. بادر إلى الأعمال إن استطعت، ولا تتحجج ولا تضع الحجج الفاضية والأعذار الواهية، هذا ما نريد. بالعكس، إذا أردت أن تضع الأعذار ضعها ليس لنفسك، ضعها لغيرك. إحنا قلبنا الموازنة، قال التمس لأخيك عذرا. تصرفات الناس هي اللي حاول أن تجد لها عذرا حتى يبقى قلبك سليما بإذن الله عز وجل. أما بنفسك فاتهمها دائما بالتقصير، وادفعها إلى العمل دفعا حتى ترضي الله، وحتى لا نكون من المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من النفاق، وأن يجعلنا دائما وقفين عند حدوده، إنه قريب مجيب الدعاء. ولا أن ألقاكم مع حلقة جديدة من برنامج آية وهداية، أستودعكم الله في أمان الله. رحمة.